الرياضة والمستقبل ديالها والبلاد؟ نظن الرياضة لما تعطولهاش للبنات ما عندناش مستقبل في هذه الرياضة، لأن تلقى كل مدينة عندها جوج الماكسيموم ديال المدينة عندها جوج بنات ثلاثة ما كتفوتش. أنا بالنسبة لهاد المنطقة هذه المنطقة الشرقية أنا الوحيدة في المنطقة الشرقية. قدمي لنا نفسك الأخرى بعد أن تكون وي العاطفة الدخيسي مزيدة في 1981 وصفة بطلة المغرب، حصلت على كونكور انترناسيونال مؤخرا في شهر مارس، وما لعبتش مع بنت من المنطقة ديالي، اضطريت لعب مع واحد البنت في منطقة من مدينة طنجة، والحمد لله حنا اللي خدينا الانترناسيونال. وفي منطقة وجدة ما كاينش البنات، كاين ضرر كبير، ما عادش تقدر ما عندكش العام تلعبي. ومؤخرا كاين شامبيونات دي ماروك في بني ملال، ما عنديش مع من نلعب لان ما كاينش البنات. راني عادي الله جبت واحد جوج بنات كنتريني بهم باش انهم يساعدوني ويلعبوا معايا بطولات المغرب في بني ملال. ونتمنى البنات يتعطوا لهذه الرياضه لانها رياضه مليحه مميزه مزيانه، ناسها اش غادي نقول ناسها. كاين شي اهتمام بهذه الرياضه ديالكم على المستوى الوطني؟ اذا ما عندناش شي اهتمام كبير، ولكن اش غادي نقول؟ وشنو هي الرساله ديالك؟ الرساله ديالي نتمنى ان الناس تفقد هذه الرياضه مزيان وتعطي لها واحد الاهتمام حتى هي ديالها، ونتمنى يكون الخير ان شاء الله. شكرا.